أحمد زكي كان شجاع جداً في الاعتراف بمرضه، وهو بنفسه طلب إن احنا نصور علاجه بالإبر الصينية، وخرج على التلفزيون المصري ليشرح حالته الصحية بصراحة مذهلة، لكن في الوقت نفسه لم يحتمل العلاج الكيماوي، خصوصاً بعد إصابته بجلطات في الدم. ما كانش يحب يقعد في المستشفى، يعني هي كانت حالته تستوجب في مراحل معينة نظر المضاعفات إن هو يجي يقعد في المستشفى فترة طويلة، فكان بيقعد في المستشفى أيام قليلة ثم يخرج، وعندما تحدث مضاعفات يعود إلى المستشفى مرة أخرى، لكن ما كانش يحب يقعد في المستشفى فترة طويلة لأنه كان متحرك. يعني حكاية إنك يقعد في السرير ملتزم بالقعدة في السرير داخل حجرة مغلقة، ما كانش يحب الكلام ده أبدا، كان يحب يتنقل ويخرج ويروح. كانت أقرب الناس إليه في مرضه الفنانة رغدة. كل يوم رغدة كانت بتجيب الأكل المناسب لأحمد زكي اللي يواجه بيه الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي، أكل يرفع نسبة الهيموجلوبين ويزود المقاومة. وكتير ما خرجت أنا ورغدة وأحمد زكي خارج المستشفى عشان ناكل برا، خصوصا في مينا هاوس. وأحب أقول لكم إن أحمد زكي كان دايما بيفضل الأكل الهندي، وكان بيشوف إنه الشطة لا يمكن يكون في أكل من غير الشطة. بصيت لقيت يوم دكتوره بيكلمني، دكتور ياسر عبد القادر، وبيقول لي مدام إيناس أحمد زكي نفسه يطلع من المستشفى يتغدى ويرجع تاني، وأنا عشان يعني نفسياً وكطبيب وهو صديق وكده هو طلب إن أنتي ويسرى تيجوا تتغدوا معانا، فأنا بقول لك يا ريت نتقابل عشان نتغدى مع بعض. كان أحمد بقى بنسمع في الجرانين ومن الناس وبتاع إنه يعني وصل لمرحلة ما قبل الجزء النهائي يعني. فجي في المكان اللي هنعمل فيه أنا حضنته وقعدت عيط، فبقيت أنا اللي بعيط وهو بيقول لي أنا كويس، أنا مفيش حاجة، أنا إن شاء الله هطلع، أنا مش عارفة إيه، وأنا مش قادرة أوقف عياطي من إني شفته ماشي على رجله وطالع عاوز يتغدى بره، والدكتور خده تاني ورجع بيه، يعني اتغدينا ورجع رجعوا المستشفى تاني. أكتر من مرة أحمد زكي ساب المستشفى ورجع الفندق اللي كان بيقيم فيه إقامة دايمة، رغم إنه اشترى شقة في حي المهندسين. أحمد زكي زي ما تربى في بيت جده ساب ابنه هيثم يتربى في بيت جدته لأمه.